كثيرة وعندنا حاجات كثيرة ساهمة فيها. أنا بحيي اليابان والسفير هنا نشيط جدا، سفير اليابان في مصر، وبحييه لأنه في منحة من اليابان للاجئات السوريات، وأنا دلوقتي كمديرة لمنظمة المرأة العربية يهمني جدا موضوع اللاجئات والنازحات في المنطقة، فهم قدموا منحة بندربهم في المجلس القومي للمرأة. وبهذه المناسبة أنا بحيي الدكتورة مايا مرسي، ومتأكدة على أنها حصلت على المنصب رئاسة المجلس القومي للمرأة، وبتمنى لها كل النجاح والتوفيق، وإن شاء الله هتقدر تستمر في نصرة المرأة المصرية. وإحنا الحمد لله قدرنا نعمل شيء في الدستور وفي الانتخابات، وصلت 89 ست إلى البرلمان.